اول حاجه يعني انتوا اكيد كنتوا ممكن تكونوا متوقعين دي، بس دي يعني كنتوا متوقعينها؟ لا طبعا لا طبعا، لا طبعا. ولا دي ولا دي. حسيتوا بايه؟ حسيتوا بايه بعدها دي؟ يعني انا يعني بجد انبسطت قوي يعني فعلا مصدقين نفسنا. انا ما كنتش فاهم الاول، عمال ابص هو ايه ده هيكتب ايه هيعمل ايه، مش فاهم مصدق لحد دلوقتي يعني. ده بالرصاص ما بيتمسحش. لا الحمد لله انا فرحان لكم جدا، بس دلوقتي عايزين نشوف التوب 5 لانه للاسف اكيد في حد هيودعنا، ودلوقتي هنشوف مين معانا ومين مش معانا. اول حد معانا وائل من مزارع، لسه في توب 1. توب 2 كوليبري اللي بيمثل عنهم احمد، في المركز الثالث دخلوا ما تخافيش، انتوا موجودين معاه في المركز الثالث، وجونو موجودين معانا في المركز الرابع، وديسكو بقى في المركز الاخير. بس ده معناه ان وليد من فواتيرك مش معانا بعد 5 حلقات. يا وليد انت مش معانا بجد، هتوحشنا. انت اكتر، وشكرا على الفرصه السعيده، وكانت رحلة جميلة. كان الفيدباك عامل ازاي الفترة اللي فاتت دي؟ الناس والإكسبوجر والحاجات دي يعني؟ لا كلها زادت ما شاء الله يعني، حتى الناس بدأت تسأل على الخدمة أكتر، والكاستمرز بدأت تسجل كل يوم بأكتر، حوالي 20% أو 30% كمان. إن شاء الله لسه الحاجات هتكتر. وكمان للأسف برضو عايزين نقول إن فيتن شوب وبوزيتيف باك ما دخلوش معانا التوب 5، بس إحنا كنا مبسوطين إنكم معانا وشاركتوا، أكيد ده هيبقى فيه إكسبوجر عالي جدا. بس وليد أنت هتوحشني بجد حبيبي، هتوحشني.